بعد ما شفنا زيد ديراني وسمعنا للموسيقى الفظيعة، بتقدروا تشوفوا كمان من حفلة زيد ديراني واللي هي One Night in Jordan، ليلة في الأردن، على موقعنا رؤيا.tv. بتروحوا لحفلات ومناسبات وهناك بتلاقوا كل حفلة زيد ديراني واللي هي One Night in Jordan واللي كانت بالمدرج الروماني. منذكر انه زيد ديراني رح يكون هذا الأسبوع كمان بعمان، واللي بحب يشتري تذاكر بلاقيهم على رؤيا. وهلا بنوصل لفقرة الطبخ. معنا اليوم الشيف عماد أبو صيام من فندق الهوليدي إن عمان. صباح الخير شيف. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك حبيبي. أنت اليوم عملت لنا أكلتين، واحدة طليانية أنت حولتها للعربي. هي أصلها طليانية، أنا عملتها نظام عربي يعني ستايل عربي عشان تتاكل يعني بالخبز. نغمسها بالخبز. نعزل الغماس قوي. ورح نعمل كمان سلطة فاصوليا بيضة بالتونة والبيبي شريم. حلو. رح نبلش احنا بالسلطات. شو الأشياء اللي رح نحتاجها بالصينية؟ صينية السمك الميرامية. اوكي، شو الأشياء؟ بحاجة لسمك، فيليه هامور احنا حضرنا هنا. فيليه هامور قدر 8 قطع. بطاطا. وعندنا ميرامية خضراء ورق، ميرامية ناشفة. وعندنا بصل أحمر. وفي عندنا برمزان تشيز بودرة. وثومة. وملح وفلفل اسود وكمون. كمون زائد. أوكي. زيت زيتون وزيت زيتون. أهم اوكي شيء. اهم شيء زيت زيتون. هلا رح نقرا المقادير عشان اذا بتحبوا تنقلوها، واللي هي صينيه السمك بالبطاطا والميراميه. رح نحتاج لفيليه سمك اي نوع، هون الشيف مستعمل هامور 8 قطع، بطاطا مقطعه شرائح او دوائر، بصل احمر مقطع جوانح جوليان مقدار راسين، بدنا ثوم مقطع شرائح مقدار راس كامل ثوم، اوراق الميرامية الجافة وأوراق ميرامية خضراء تقريبا، بدنا باقة خضراء وصحن من الميرامية الناشفة، زيت زيتون مقدار كاسة كبيرة، عصير لحبة ليمون، جبنة بارميزان مبروشة، ملح، فلفل أسود وكمون. نعم. كيف نبلش؟ هلا بنبلش إن شاء الله. هلا عندنا 8 قطع سمك. نتبل السمك هسه أول شيء إن شاء الله. أيوة. ملح. هلا ما بينشف، مرات بيقولوا انه لما بتتبل السمك او الدجاج او اللحم انه ما تحط الملح، انه بتروح ميته. شو رايك؟ بالعكس بتنزل ميته اصلا، يعني بيعمل جوسي مع البطاطا. هلا بدي اعمل صينيه عربيه، بدي اعمل جوس. انت بدك الصلصه تنزل. بدي انزل عصاره صينيه عربيه تتغمس بخبز، مش يعني ناشف، مش دراي يعني. هذا اكثر شيء نحن بنحبه. أيوة. لما تغطس العيله هيك في الاصل، يعني هي في الاصل الصينيه هذه صينيه ايطاليه. الطليان بحطوا عليها البطاطا وبحشوها سمك هول كامل. بحشوها ميرامية من جوا حشي مع ليمون، بتنشوف بالفرن تطلع دراي. فأنا لا، قلبتها الآن نظام عربي تأكل بالخبز صينية، يعني صينية مع مرقة السمك والصلصة السمك. أيوة. مع البطاطا. حطينا على السمك ملح وفلفل أسود وكمون وشوية زيت زيتون. أوكي، هاي تتبيلة السمك التقليب. الآن السمك سبناه جاهز هنا، بدنا نقطع المزبلاس تبع البطاطا الصينية. هلا بنبلش في البطاطا. عاد هذيك المرة حكت معنا مشاهدة بدها صواني، يعني الناس كتير بيستسهلوا طريقة الصواني، بتلاقيها بتتحضر بسرعة وبتطلع طعمها كتير زاكي. طبعا لما تنحط صواني وتنكمر بالسيلفر. أيوة. تنزل العصارة. يعني سمك، جاج، لحمة، وسهلة تنزل العصارة. تصير زاكي وبتلاقيها سهله تحضيرها، يعني تسهل الاشياء وتدور على الطعم الزاكي. ممتع وزاكي طبعا. يعني هلا انت حاطط لنا الثوم مع الكمون البصل الميراميه، اكيد هاي طعم جديده. طبعا هي بتسع الميراميه، يعني مثلا انا الميراميه بالان ست البيت ان كانت تطور، يعني هذا تعتمد هذا الطبق اساس عندها وتطوره. مثلا بقدر احط بدل الميراميه ريحان، نفس الطبق. أوكي. بس احط ريحان، بس هو اصله الطبق التلياني. مع ميراميه. مع ميراميه الان ممكن احط زعتر مع البطاطا. صح. ممكن احط ميكس اعشاب مشكله، زعتر الريحان ميرامية. حلو. هلا انا اللي بتفضل انت لما نحط السمك بالفرن نغطيه ولا نخليه مكشوف؟ انا بفضل يتسلفر حتى يستوي صح وتنزل عصارته. وقبل ما اطلعه بخمس دقائق بكشف عنه. حتى يتحمر. بس ما بده كثير بالفرن. لا بتش كثير. قد ايه؟ يعني الان الصينيه هذه تقريبا يعني نص ساعه تكون جاهزه بس. خلص. ايوه. هاي البطاطا. هلا بدنا نقطع ايش؟ الميرامية. البصل. البصل لسه. هلا ليش اخترت بصل احمر؟ البصل الاحمر نفاذ، ريحته قوية. اسكى. كيف ما دمع عيونك ولا انت متعود؟ لا
مش يعني مش طباخ من اليوم يعني. لك تقريبا 22 سنة. تقريبا 21 سنة. 21 سنة. اها. عم تخلط الأشياء مع بعض هلا بتحطها. نظام صواني عربي يعني. أيوة. كطبق سهل. حبيت أشتغل فيه. والستات بيحبوها هاي الأكلات بتعرف، بيلاقوها سهلة بالبيت. ست البيت بتحب الإشي السهل الوصير اللي بغلبهاش على السريع، وبنفس الوقت العائلة تستمتع فيه. أيوة. لما يأكلوه. بس كطبق ميرمي يعني شوي غريب على المجتمع الأردني. هلا مندوقه. مزبوط مزبوط. ومش شرط يعني أي نوع سمك توفر في البيت، مش شرط إنه يعني تحط فيه هامور. ممكن لما يكون فيليه كمان أسهل للأكل يعني. الفيليه أسهل عشان إنه فيش فيه حسك. الأطفال الصغار يعني خاصة ست البيت، صار أطفال صغار بدهم مش حسك، بدهم يأكلوا على السريع يعني، يكون إشي سهل وممتع. حطينا الآن بطاطا، البصل، الجوليان، الثومة. الآن نحط رشة ملح. كمون. أيوة. بس بالتلياني بيحطوا كمون بالطبق التلياني؟ لا إضافة، قلت لك طبق عربي. أنت تحولت، عملت لها تويست عربية. بالتليان بحطوا الميرمية ورق. أنا الآن ضفت الميرمية ورق زائد ميرمية ناشفة. حلو. هذا الميرمية الناشفة تعرف ملان عندي ميرمية بالبيت، مش عارف شو أسوي فيها، بدي أعملهم صواني. بنفركها فرك الآن بالإيد. أيوة. سيصير ناعمة زي كأنها بهار عشب يعني. حلو. نفركها فرك. صارت بودرة، شايفة؟ هلا بنريش زيت زيتون ورشة جبنة بارميزان. من هلا راح تحطي البارميزان. بعدين بتطبقها بالبارميزان كمان. الآن بدي أقلبها بعض هسا. أيوة لازم هيك هلا كلها تشرب من طعمة بعض. لازم نقلبها صح. وهلا اللمسات الفنية. تطبق الصينية هسا. طب قد ايه الواحد بالفنادق بيقدر يبتكر هلا مثلا؟ بيكون عندكم منيو مثلا ثابته او حسب ايش المطعم بيقدم؟ قد ايه بيكون في مجال الواحد هو باوتيل، طباخ باوتيل، شيف باوتيل، انه يبدع يعمل اطباقه الخاصه؟ بدها فتره، مش يعني قد ايه لازم يكون الواحد عنده خبره؟ 4-5 سنين عمر حتى يكون عنده خبره في المطبخ الساخن، خطبه في المطبخ يعني بشكل عام، حتى يقدر يبتكر يعني يضيف من هنا ينقص من هنا. بده مش يعني ابن سنتين وثلاث، بقدرش، بدها عمر شيء. الآن بنقلب هذه الخضرة مع بعض، البطاطا والبصل الميرمية، زيت الزيتون وال الآن نطبقها. السمك كان احنا قلبناه بورق بس ما قلبناه، الآن نقلبه. عندنا الصقة هاي الصينية، هاي الصينية جاهزة عندي. هلا بنفرش في قاع الصينية شوية بطاطا. أيوة هدول. أوكي. فهلا يمكن الصلصة بتتخن شوي من البطاطا، مزبوط؟ كيف؟ يعني بتصير ثك. والجبنة بتعملها ثك كمان، شايف الجبنة؟ أوكي. حلو. بنصفط قطع السمك. حلو. نضيف اوراق الميرمية فوق السمك. هاي الخضرة هلا. هذه الخضرة فوق السمك. بتعطي نكهة قوية. حلو. بتغير طعم السمك. وهلا هاي خلال نص ساعة قلت لنا بالفرن تكون جاهزة ان شاء الله. صارت طبخة. صارت طبخة من الصفر. من الصفر سوينا طبخة. شوية برمزان تشيز. الآن نحط الطبقة الأخيرة. هيك السمك بالنص تقريبا. أيوة السمك بالنص صار. وعلى الوجه إيش صار عندي؟ البطاطا. أيوة مرة تانية. والبصل. والبصل أهم إشي. يعني هذه في البيت وجبة كاملة يعني. طبعا هاي كاملة الآن. طبعا. هلا الليمون رح تخليه للآخر ولا بدك يستوي معه؟ أي ليمون؟ في عندي عصير ليمونة ولا بس إذا بدك مكتوب عندي ولا لا؟ عصير لا. عصير حبة ليمون. عصير حبة ليمون إشي بسيط بس، لأنه الليمون بغير طعم السمك. إذا ما يعني أنا بحب أفضل ما أحطش ليمون، أنا قليل. لا مزبوط. أوكي. بغير طعم السمك إذا بده يطبخ الآن. كمان الطبقة الأخيرة أهم شيء البرمزان. أهم شيء البرمزان. هي اللي بتعطي لون وبتعطي طعم زاكي. صح. والطليان يعني مشهورين بالأجبان.
البارميزان مع البطاطا كثير زاكي بتجنن خصوصا مع زيت الزيتون بيخليه هيك تحمر. غرقنا الصينيه حلو. هلا زيت زيتون كميه كبيره بدنا لها. شفتك حاطط كاسه هالقد ايه؟ هذه كاسه دبل كمان كاسه دبل. ها الطليان حياتهم زيت الزيتون مظبوط. اوكي هلا بنفرد لنا كم عرق من المية بس على الوجه. الله فريش زائد قليل من المية السخنة لأنه راح يزيد تنزل وصارت سمك. ليش كثر مية أنا لأنه تنزل وصارت سمك يعني إشي قليل. ها مش كتير مية. لا لا قليل جدا دوب. أيوة هلا هيك أصبحت جاهزة هي الصينية. هلا بنغطيها بالسيلفر. هاي رح تلف هلا بتستوي عبين ما نعمل بقية الأكل. ما بنجهز اللي مستوي عشان ندوقها إن شاء الله. طبعا طبعا تكون حارة الفرن يعني 200 فما فوق. حامي شوي أقل شيء أكثر من 200 يعني 220 كويس. هلا بنحطها بالفرن تستوي. إذا بنعير لها نص ساعة. نص ساعة تقريبا. رح تسكبه ولا بنخليه بالصينية؟ لا بدي أسكبه أفضل. رح تسكبه العرض. بدك تقليها؟ لا تقلبها؟ لا شو لا. رح تعمل؟ بدي عشان الديكور بدي أعمل بندورة تشيلي توميتو سوتية. الله بدكر فيها شو اسمه. بس خليني أنا الآن أحط الميرمية أسكبها أسكب الجار. أوكي الآن عندنا الميرامي اللي فريش حطيناها فرش يعني بس كديكور يعني. أيوة إنه نعرف إنه اللي جويته ميرامي. أيوة حلو. هلأ كيف رح تتكسر شوي؟ لا لا مهي قطع سمك. السمك قطع مهي أصلاً. السمك قطع. صح هو أصلاً مقسم السمك مقطع. حلو كمان شوية كتير مبتلة غافية شوية المحمرة هذه هنا. أيوة حلو هنا سكبناها. هلأ شو بدنا نعمل؟ البندورة. البندورة سوتيه مع زيت زيتون. زيت زيتون طبعا. هي طبعا البندوره ديكور يعني لو ما حطيناهاش ما فيش مشكله منظرها حلو يعني. بس كديكور يعني للجار. اوكي مضوي الفرن الغاز. هي شوي يعني انت عم تستنى انها تدبل شوي بس صغيره بس تحسي خفيفه بس. اوكي خلاص نحطها بنقدر الان. هيك شوي بس بدك تدبلها يعني تدبيل عشان تعطي لون. ايوه انت تتعصر بشكل عشوائي كمان مش ترتيب كمان هيك صح قالي انها كلها عشوائيه. حلو يسلموا اصلا يعني في البيت يفضل تكون في نفس الصينيه صح كأكل عربي كأكل عربي ناكل الصواني احنا بنفس الصينيه ازكى واطيب. نحن هلا لانه عم نسكبها اما ممكن بالبيت عشان نغمس الصلصه اللي معها. اهم شيء الجوز تبعها. شكرا ازكى شيء الجوز فيها عظيم.